ثلاث أمور في هذه في هذا النص الصحيح الذي نقل لنا عن الزهراء عليها السلام، أرادت أن تقيمها تقييما وتشخيصا موضوعيا، يعني خلاف ما يمكن أن يتبادر إلى الذهن العرفي في مثل هذه المواقف، وذلك لعدم العمق في فهم الزمن الماضي بل وحتى الحاضر. هي لغة، يعني اللغة العربية المظلومة عندنا نحن بالدرجة الأولى عند الكثير من الواعظين والخطباء والمستمعين الذين يعجبهم أن يهمش البيان وتهمش اللغة ويهمش النحو وتهمش البلاغة ويستولي على المنصات وعلى المنابر وعلى لغة غير مفهومة، يسمونها لغة دارجة، لغة غير مفهومة، ومخطئين جدا أن يقولوا بأن اللغة الدارجة أقرب للفهم في حين أنها لغة غير مفهومة، إنما يفهمها الإنسان طبقا لأعراف معينة. وراح المجتمع ساب ما يقيم بين التقريع ولا بين التقييم، وما يقدر ولا يفرق بين العتب ولا بين التشخيصات الموضوعية ولا. وبعدنا جايين في انحدار مع الأسف. يعني أنا لما أشير إلى هذا في أمل أن يغير المجتمع نظره ووجهة نظره عن نوعية الخطاب وثقافة الخطاب والقدرة، إحنا مو بذاك الزمن اللي ذاك عالم وهذا روزخون، إحنا بزمن ما يتكلم مع المجتمع الروزخون بالمفهوم السابق، لا يخاطب المجتمع الروزخون بالمفهوم الماضي، يخاطب المجتمع رجل قادر على الخطاب، رجل قادر على رفع المستوى اللغوي والذكاء، رجل قادر على تحريك المجتمع وتحريك التفكير، رجل قادر على المنطق، رجل قادر على الفقه، رجل قادر على البحث، رجل قادر على القراءة. أمس بالذات يعني يستنكر بعض الأخوان من رواد المنابر، لماذا؟ ليش قاعد تقرأ وليش فاتح كتاب؟ لا يمكن أن تمر مناسبة حتى ولو أنت مكتفي بكثر قراءاتك لا تقرأ عنها الجديد ولا تبحث فيها ولا تمر على المناسبة في المطالعات. هذا أكبر خلل. يعني شنو أنا صار لي 40 سنة أقرأ بعد أحضر وطالع؟ نعم بعد، هو أنا قادر أن أقرأ، اللي أنت قادر عليه تركه على جانب، زين، ارقى إلى من إلى شيء الذي أنت بعد لم تصعد إليه. الإنسان لهذا خلق، ما خلق ليحوم في محوره المحدود دون أن يتسع في حركة الطرد المركزي لعقل الإنسان ونماء الإنسان والتنمية البشرية. ما يمكن تكون أنت العام الماضي والسنة مستواك واحد، فإنك مغبون في هذه السوق، ومن كان أمسه خير من يومه فإنه ملعون. هذا أهل البيت، وهذه هي التنمية البشرية عند أهل البيت، وهذه التنمية المستدامة عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لهذا لا يفرق الناس، كثير من الناس يكادوا، أولا مو يكادوا، ينتقدوا، احنا يعني العوام يعني والشوارع، ينتقدوا علي بن أبي طالب ويقترحوا عليه، ليش أنت قوي وما حطيت السيف عليهم وريحت؟ من قال لك لو حط السيف عليهم بريحنا؟ من قال بريحنا؟ هذا اللي نظرة شخصية عاطفية شخصية محضة، قضايا الأمم تعالج به بطريقة شخصية، قضايا أمم، هذه قضية مستقبل أمة، مستقبل مشروع عالمي عظيم،
تعالج أنت تشخصن الموضوع، هو هذا هو المصيبة. كل ما تكلمت عنه السيدة فاطمة ثلاث أمور: قوي في غاية من القوة لم يستخدم شيء منها، محدود في القوة استخدم كل قوته، طرف الآخر زين، ومجتمع متفرج، هذا الذي تكلمت عنه فاطمة في هذه الفقرات. قوي علي بن أبي طالب عليه السلام في غاية القوة، القوة الطبيعية طبعا، يعني إذا كان عمر بن عبد ود يعد بألف فارس، مرحب يعد بألفي فارس، علي بن أبي طالب هذول بكل بساطة خلص العالم البشري منهم. علي بن أبي طالب شخصيا لا بالقرآن ولا بالآيات، ولا ملك الذي ضرب عمر بن عبد ود العامري، ولا ملك الذي حمى علي بن أبي طالب عليه السلام، ولا دخل الله جل وعلا في القصة ولا في القضية، ولا ملائكة الله تدخلت، علي بروحه واقف زين، علي بروحه بإمكانياته الشخصية خلص العالم من متمردين عظيمين مرعبين مخيفين مخيفين زين. هذه القوة هذه مالت علي بن أبي طالب، ليش ذول الربع ما خافوا منها؟ تقدر تقول لي ليش ما خافوا؟ لأنهم علموا بأن علي يستخدم قوة العقل لا قوة الجسد، لأن القوي ليس الذي يستخدم القوة. ترى أنا قاعد أشرح كلام السيدة الزهراء الآن الذي قالته لعلي، لأن القوي ليس الذي يستخدم، ليس الذي يملك القوة، القوي هو الذي يدير القوة، متى يستخدمها ومتى لا يستخدمها. أما الضعيف الذي يمتلك قوة ليستخدمها في كل مكان، في السوق، في الحوارات، هذا ولا مرضى، هذا مريض، في الحوار يستخدم القوة، في السوق يستخدم القوة، في الخصومات الشخصية يستخدم القوة، في النزاعات يستخدم القوة، وهذا واقع. يعني أنا الآن أقدم لك هذا السؤال وأنت متابع كلامي، لو الله أعطى واحد من عندكم قوة علي بن أبي طالب، أحد يقدر يختلف وياه؟ أحد يقدر يتنازع وياه؟ أحد يقدر يشتمه؟ والله يحرق الديرة كلها عند القدرة على حراقها، وبيد الذي عند القدرة على إبادته. شوف هذا يملك قوة وما يملك عقل، لأنه بعد ما حسب نتيجة تصرفه شنو بالنهاية هو راح يكون، شنو بالنهاية هو عند الناس، شنو عند الله، ماذا هو عند نفسه. كثير من الناس استخدموا القوة وندموا عليها، عندهم قوة استخدموها وندموا عليها. هذا الذي عند بعض الشيء من القوة والنفوذ والتسلط استخدمها كلها بعد الندم عليها، ده علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب هذا ريشة بالنسبة إلى علي، كلهم ريش بالنسبة لعلي بن أبي طالب، ليش ما نفخ عليهم؟ لا أبدا إطلاقا. فإحنا هنا نناقش علي، لماذا لم يفعل؟ لماذا لم يقتل؟ لماذا لم يبطش؟ لماذا لماذا؟ أنت ليش تناقش علي فقط؟ يعني أنت ليش ما وجدت أن النبي صلى الله عليه وآله قد أوذي؟ النبي أقوى من علي بالنسبة للواقع العام الطبيعي، وأقوى من علي في الولاية التكوينية. ألم تكسر رباعيتي؟ ليش يوافق تكسر رباعيته؟ ملخبطين، احنا خالطين الأوراق، خالطين الأوراق. ألم يعفر جبيني؟ ليش يوافق يعفر جبينه؟ ألم يجري الدم على حر وجهي؟ هو هذا مو ألم، هذا مو اعتداء عليه شخصيا، ليش يوافق على هذا كله؟ هذول رجال من السماء، هذول رجال تكوينهم
الأكثر تكوين إلهي، يعني الجانب التكويني الإلهي. هذول رجال من الله، وأو فاطمة عليه السلام كذلك، وإلا لا يقدر النبي صلى الله عليه وآله أن يصنع ما صنعه الحمزة في الدفاع عن شخص النبي. هو أقوى من الحمزة بدنا، وأقوى من الحمزة عند الله، وأقوى من الحمزة في كل شيء. لكن هذا من السماء لمشروع، المشروع مو شخصي، المشروع ليس مشروعا شخصيا حتى يتعامل معه بطريقة شخصية. احنا نتصور بأن الواقع الذي تعامل معه النبي وتعامل معه علي بن أبي طالب عليه السلام هو مشروع عائلي، مشروع شخصي. شتموا زوجته أو ضربوها وأحرقوا بيته، عليه إذن أن يرد بالمثل، يرد بالمثل بل أعظم. هي نفخ عضلات لو شنو؟ عليه أن يعمل، عليه أن يتحرك، عليه أن يصنع، عليه أن يفعل. هذا مشروع. وبالذات يعني أنا لما أجول وأحوم حول هذه النقطة التي هي نقطة غامضة عند الكثيرين، فيها كلام عن أهل البيت. إحنا كثير نقرأ، ولكن قراءة روتينية دون أن يكون هناك في قراءتنا تدبر وعبرة وفهم وقراءة صحيحة لواقع معين مهم في حياة آل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليه. أن تضرب الزهراء ما يخالف، أن تقتل الزهراء ما يخالف، أن تشتم الزهراء ما يخالف، أن إلى آخره. شنو إذن التضحية إذا لم تكن هكذا؟ ما هي التضحية إذا لم تكن هكذا؟ ليش الإنسان يثور لنفسه؟ حتى وإن كانت ثورته لنفسه سوف تنقض الغرض، واضح؟ حتى لو كانت ثورته لنفسه تنقض الغرض. في ضمن التشخيص، هذا تشخيص الزهراء عليها السلام، لأن راح نشوف الكلمات. يسألون الإمام الصادق، الإمام الصادق عليه السلام، وهناك حديثان في ذلك أذكر واحد فيه الكفاية حقيقة، يعني ما لنا شغل في الإطناب في ذلك. سألوه لما كف عنهم، سألوه بسبب كف علي بن أبي طالب عنهم. هذول حالهم حالنا ترى، الذي عايشين مع جعفر الصادق سلام الله عليه، المجتمع العامي واللي بيع بطيخ واللي بيع رويد واللي بيع كل واحد زين، بس هم يقدرون يوصلون مثلا إلى قمة الزعامة يسألونهم، والإمام عليه السلام يبسط لهم بسطا سريعا مستعجلا، يفهمونه فهما إجماليا، فهم إجمالي. كثير من كلام أهل البيت ما يمكن أن يستوعب المجتمع التفاصيل. المجتمع مو كل زرارة ولا كل المفضل، ولا كل المجتمع هو عبد الله بن جندب، ولا كل المجتمع هو هشام بن الحكم، ولا هشام بن سالم زين، ولا 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 نوعيات من الشيعة ونوعيات مثلها من السنة في أصحاب الأئمة، مثل ما أتذكر نوعيات كثيرة كلها، ترى هي وهي عمالقة هم اقترابهم من جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قال لو قال خشية من أن يردوا كفارا. شون يردوا كفارا؟ هني ملاحظة جدا حساسة تفرز لنا وتقيم لنا معنى كفار ومعنى ارتدوا ومعنى كافر ومعنى كافر آخر، الفرق بين كفر وكفر. خشية من أن يردوا كفارا، لأن أوليس عندنا نحن بأن الناس قد ارتدوا بعد رسول الله إلا سبعة؟ وهذه صيحة مسوينها علينا. إذن هذا يقيم لنا ويقدر لنا
حقيقة معينة لازم نفهمها. الناس هؤلاء الذين ارتدوا بعد رسول الله إلا سبعة، بسألكم ونكون منطقيين واقعيين، عبدوا الأصنام مرة ثانية؟ لا. أشركوا بالله مرة أخرى؟ قالوا الله مثلا هو هذا الصنم يساعد الله؟ لا. إذن كيف ارتدوا؟ ارتدوا تخبطوا في الدين. هناك ناس مضللون وناس مضللون أكيد، يعني هناك معاندون وهناك ضحايا مقصرون، وهناك هذه كلها مفصلها الفقه فيما يرتبط بالإنسان المخطئ، كلها مفصلها الفقه هالتفاصيل. جيد. فهو فأنه ارتد الناس، هؤلاء الذين ارتدوا يعني ارتدوا عن تنفيذ الأوامر، بعض الأوامر المهمة في مكونات الدين ومكونات العقيدة، ارتدوا عنها. هؤلاء الذين ارتدوا عن هذه الأمور يمكن لما ما يكون إجراءات الإمام أمير المؤمنين بهذا المستوى التضحوي الذي بلا حدود، بعدين يعبدون الأصنام. يعبدون الأصنام خلاص، يقول لك يعني خلاص إحنا ما نريد هذا الدين ولا نريد هذا النبي ولا نعود إلى دين أجدادنا وآبائنا، ونبيع ونشتري في الأصنام ونعيش بمكة مرة أخرى، حالنا حال آبائنا أبو لهب وأبو جهل وهالجماعة الزينين الخوش أوادم. زين إيه؟ شوف هذا الفرق بين الحديثين، يعني حتى نجمع زين. قال خشية أن يرتدوا كفار، أن يردوا، خشية من أن يردوا كفارا يعني ارتدوا غير ارتدوا كفار، ارتدوا غير ارتدوا، مو بس عندنا، حتى عند السنة ترى ان حرب الرداء ليس حرب جماعة ارتدوا كفار، حرب جماعة مقتضى سلوكهم بأنه يحكم عليهم بعدم تطبيق الدين وعدم تطبيق الإسلام. عاد هذا غلط، هذا خطأ، يعني هذا التطبيق، أعني ما أعني النظرية مبدئيا، أعني التطبيق. زين، تطبيق على بني حنيفة خطأ صح، هذا كلام آخر، كلام آخر. فلهذا قال خشي أن يرتدوا كفارا. هناك سبق أن عدم تطبيق وصايا النبي صلى الله عليه وآله اعتبر بأن هذا ارتداد وتراجع عن الطاعة، عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا هذا التقييمات، هذه تشخيصات مهمة جدا. المرض هني لفاطمة عليها السلام، قبل أن نأتي لنخوض في بعض التفاصيل اللغوية أو ما شاكل ذلك في كلامها، فاطمة عليها السلام أعجوبة في البيان، فاطمة أعجوبة في البيان، يعني أعجوبة. لما احنا نتكلم عن علي بن أبي طالب العالم كله فارغ من علي بن أبي طالب، ولكن احنا بعدنا ما وضعنا النقاط على الحروف في قدرة فاطمة عليها السلام على البلاغة الخارقة والبيان، وقدرة زينب، وقدرة هؤلاء. زين، شيء عجيب، عجيب جدا، لا يخطر ببال بشر. سرعان ما أحدثتم، لا سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة، مثل عربي، يعني أن ترى أنتو بهالسرعة هذه، هذا مثل عربي يضرب على الأغنام وجلكم الله. الأغنام حادثة السن عندما يسيل صديد من أنفها وفمها وعينها، العربي يقول عجلان ذا إهالة،
يعني هذا مو بمرحلة مرض، عجلان يعني سرعان نفسها تقريبا مع فوارق بسيطة يحتاجها الإنسان القمة في البلاغة. عجلان ذا إهالة، يشوف هذول صغيرات يعني مواشي صغيرة، ما هي بهذه المرحلة، إيش صابها من مرض، كيف ما أسرع أن سارع إليها المرض. تدري فاطمة ماذا تقول؟ تقول ترى أنتم ما مداكم تمرضون هاليومين هذول، المرض هذا الذي فيكم مو مال يومين. ها؟ ملاحظ كيف المرض الذي فيكم مو مال يومين، يبين قديم، ما يصير هذا المرض يجي أمس، أول أمس يموت النبي صلى الله عليه وآله، أمس تمرضوا هذا المرض كله. شنو هالسرعة الذي أصابكم بالعدوى أو أصابكم بالمرض؟ معقول بين عليكم المرض خول الجسد، حتى الإنفلونزا تصيبك قبل أسبوع، بعد أسبوع يلا تشعر بالحمى وتشعر بال... زين؟ أنتم من زمان مريضين، أنتم من زمان طابخينها، الطبخة قديمة يعني. زين، فلهذا بعد النبي ظهرت هذه الأمور، فقالوا ارتد الناس بعد رسول الله. هذا النموذج من الارتداد، غير أنهم يردوا كفارا، يعني خلاص يصل المشروع للصفر، للصفر. يحتاج لماذا؟ يحتاج إلى سماحة، يحتاج إلى تضحيات، يحتاج إلى موافقة وقبول. قبول، ما أدري أنا يعني نص وصية لعلي بن أبي طالب عليه السلام من النبي، بس أنا أقول لك إحنا مو في حاجة إلى البحث عنها، لسنا في حاجة إلى الخوض فيها أبدا. النبي أوصى أو لم يوصي لعلي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب حامل المشروع نفسه وحامل نفس روح الرسول صلى الله عليه وآله، ما رح يتصرف غير هذا التصرف، ما رح يتصرف غير هذا التصرف. احنا هذه وجدانيات، كثير من حكايات ان الشعبية او الشعر الشعبي وحتى العربي وجدانيات. قيدته وصية من اخيه اي حلم، هذا حتى الشاعر قال اي حلم، يعني اي جبلة واي فطرة واي عقل واي اجراءات عقلية قوية. زين، قيدته وصية من اخيه، وجدانيات هو عليها الشكل، ما لازم وصية من النبي. هذه دروس، حتى لو صدرت وصية، هو وصية صدرت من علي بن أبي طالب للحسن والحسين، فيها أوصيكما بتقوى الله. أنا ما أقول لك هذه تحصيل حاصل، هذه مدار، هذا هذا هذه إجراءات ونظريات وضعت للبشر، وضعت للناس، مثل الزيارة ومثل كلام المعصوم عن المعصوم، هكذا قولوا، تعليمات، هكذا قولوا عنا، هكذا قولوا عني، هكذا هي زيارة فلان، هكذا هي، هكذا هو الدعاء، تقولون دعاء كميل كله يحكي شخصية علي بن أبي طالب حقيقة؟ لا لا، إلهي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. هذه تترجم شخصية علي؟ طبعا لا لا لا، تترجم شخصية علي، تترجم شخصية الآخرين. يعني هكذا اطلبوا من الله، هكذا قولوا إذا قرأتم هذا الدعاء، هالشكل قولوا. أعلمك يا كميل ماذا تقول، شايف كيف؟ أعلمك، قل، حتى نعرف احنا ما في اشكالات اطلاقا على الاطلاق في كلام المعصوم، وهو يقيم قضية معينة يتحدث عنها لربما لا تعنيه شخصيا ولا تترجم شخصيته ولا تترجم اخلاقه ولا ولا، على الاطلاق. الزمن ذكرها الينا كنظريات نعيش بها في الحياة. زين،
يا ابن أبي طالب، حرف حرف حتى نختم، يا ابن أبي طالب. قاعد الولد قاعد قاعد لا يبدأ يشتغل إلينا ويحرف مزاجنا وما نعرف نقرأ، خله قاعد حتى يتعلم. يا ابن أبي طالب، يا ابن أبي طالب. هي قالت له أنت مثل ما قالوا في القرآن يا أخت هارون. منو هارون؟ يا أخت هارون. شوف هذا أما قدح أو فخر مدح، زين. يا أخت هارون تجيك أحيانا فخر، فخر، زين. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد مطلب، هذا فاخر. لما يقولون ابن أبي سفيان أو ابن هند ما يوافق، ترى ما يوافقون، هذه حركة نفسية. حتى اللي يحب معاوية وموت فيه وعشقه ويعشق يزيد ما يوافق تقول له ابن أبي سفيان، ولا يوافق تقول له يا ابن هند. هذه حركة نفسية، هذه عقل العاطفة، العاطفة برنامج كذلك، مفارغة مفاضية، حركة نفسية توافق عليها نفسيا أو ما توافق عليها، لها أثرها الاجتماعي ولها أثرها النفسي ولها أثرها البياني ولها أثرها في فهم المقاصد التي هي أهم شيء في الوعي وأهم شيء في الدين وأهم شيء في العلم. المقاصد أثرها في فهم المقاصد، وهو الذي يحث عليه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هو الذي يحث عليه أهل البيت. وأهل البيت يشتغلون كل بالمقاصد للعلم، كل بالمقاصد، وطلع بعدين متأخر علم المقاصد، زين. يا ابن أبي طالب، شي كبير، أنت ابن شي كبير، هذا فاخر، هذا تقول له كلام كبير، احترام خارق، قمة الاحترام. تنتقي فاطمة الكلام، غير احنا فهمنا غلط، تنتقي الكلام، اشتملت شملة الجنين، انت ما استخدمت شخصيتك، استخدمت شخصية كثير اقل من شخصيتك. القضية لو كانت شخصية ما يقبلون اهل البيت اساسا. اشتملت شملة الجنين، ما استخدمت ولا شيء. يقول له هي هذه القوة، لأن الذي يملك القوة لا يستخدم القوة، إدارة القوة هي القوة. مو واحد أحيانا يرث إلى 2,000,000 دينار من أبوه وبعد 6 شهور يرد يتسكع في الشوارع. هي 2,000,000 دينار مو قوة؟ قوة، ولكن ليست هي القوة الحقيقية. القوة الحقيقية العاقل هو الذي يدير القوة، القوة إدارة القوة. نفس البدن، نفس الجسد. ليش الناس يخافون من المجنون القوي؟ وإحنا كلنا سليمين، يعني كل واحد قوي ونشيط هو سليم، ما ينخاف على الآخرين منا؟ العاقل، كل ما كان العقل أكثر كل ما كان الإنسان يصل إلى الغرض ويصل إلى الهدف. اشتملت شملة الجنين، أطرت شخصيتك وما أردت أن تستعرض ولا شيء، ولا شيء أبدا. وقعدت حجرة الظنين، الظاء وليس الظنين، وقعدت حجرة الظنين المتهم. كثير من الناس قالوا أنت جبان إذن، ها؟ قالوا أنت عاجز عن أن تدفع عن نفسك، 60 جهنم نار، ما يهمون فاطمة ولا يهمون علي. الذي يقولوا ش عليك إذا أنت عندك القدرة وعندك القوة وعندك المنطق وعندك الحق، يضحكون عليك ويقولون ما عندك شيء، ش عليك.
وقعدت حجرة الظنين المتهم. أنت عند هؤلاء الذين لم يعرفوك حق معرفتك، لأن النصوص كلها لم تحدد عند عقولهم، لم تستوعب عقولهم ماهية علي بن أبي طالب عليه السلام. جميع النصوص ما استطاعت أن توصل ماهية علي بن أبي طالب لشخصيات من الصحابة، ضعاف في الاستيعاب أو لا يريدون الاستيعاب أو غير ذلك. حتى ابن عباس عم علي بن أبي طالب، وقعدت حجرة الظنين، تهموك فليتهموك، أنت عظيم ونعم ما صنعت. يعني تقول له ترجل ما تجود الدنيا بمثلك، عدوك يضرب زوجتك وانت تقول أنا لما أتصرف فيه نقض للغرض ما راح يكون دين، راح الكفر يستفحل وعبدون الأصنام. ما شايف الإسلام يقول لك خلي المنافق على نفاقه، لا تطرد من الدين حتى لا يكون كافر صريح، ها؟ خليك تعامل وياه وانت تعرف أنه كذاب، تعامل وياه كمسلم. شوف هذا الذي يوصل الإنسان لغرضه. يمكن اليوم أبناء المنافقين كبار علماء الإسلام، لولا هذه الإجراءات لكان اليوم أبناء المنافقين كبار البوذيين وكبار عباد الأصنام، كانت بعدها الأصنام في البحرين وغير البحرين. هكذا يتعامل آل البيت مع النتيجة تعاملا مباشرا، ولا يستطيع أن يتعامل مع النتيجة تعامل مباشر إلا عملاق بهذا المستوى من القدرة وبهذا المستوى من الوعي. خليك من العصمة الآن كقدرة أو أداء تكويني أو ما يسمونه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، الإرادة إرادة تكوينية العصمة قسم منها. لو جردنا آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من العصمة لكانوا هم نفسهم، لأن هي الآن الذي داروا بها العالم هي إمكانيات شخصية وليست ولاية تكوينية. ما داروا العالم بالولاية التكوينية، داروه بالإمكانيات الشخصية، داروه بالإمكانيات العقلية التي هم وصلوا إليها. ذيك العصمة لزيادات ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، هذه تفضل. وانتم تعرفون يعني التفضل، مثل لما سألوا الإمام الصادق قول انت تقول من نام عن صلاته، من نام بين الطلوعين نام عن حظه، نام عن رزقه، نام عن عن عن, عن, عن هذه ماشية في كل شيء. قال أوليس الرزق محتوم؟ قال نعم، ولكن هذا الذي يعنيه الحديث هو التفضل الإلهي. هناك تفضل فوق الرزق المحتوم، هناك عطاء إلهي يسمونها البركة والزيادة والمنح الإلهية، لا تنام عنها. زين، هكذا حتى الأعمال والعبادات والسلوك والأخلاق والصدق يزيدك الله صدق. زين، والقدرة العقلية واستعمال العقل يزيدك الله عقل. فش قد كان يعني إذا أقل شي 10 أضعاف العطاء الإلهي، كم يعني شخصيات أهل البيت أنت تحسبها في العقل البشري؟ شنو موقعها النسبة المئوية؟ ما تقدر تضع لها نسبة مئوية، لأن أقل شيء الله يعطيك في الحسنة 10، وأنت تعرف مفهوم الحسنة أوسع مما نحن نذهب إليه. الحسن التفكير الحسن، القول الحسن، الأداء الحسن، الفعل الحسن إلى آخره. زين، إيه
فلو جردناهم عن مستوى العصمة وقلنا مو معصومين والله جل وعلا رفع العصمة عنهم لكانوا هم هم قدراتهم. فهم يتعاملون، ما ممكن واحد يتعامل مع النتائج، ولا يوجد أحد في عالم الإنسان بلغ عملاق إلى هذا المستوى يتعامل مع النتائج مباشرة إلا آل بيت محمد صلوات الله وسلامه. فلهذا الإجراءات سريعة، الإجراءات سريعة، ما يقعدون يضعون قدامهم نظريات ويضعون قدامهم احتمالات ويصلون إلى نتيجة الاحتمالات أو غير ذلك، لا أبدا، وضعوا قدامهم النتيجة وانتهى الموضوع، أفعل كذا النتيجة كذا، لا أفعل كذا النتيجة كذا، خلاص. فشلون تريدون علي بن أبي طالب عليه السلام ينقض غرضه، ينقض غرضه بطريقة عاطفية الذي نحن نبكي بها عليه ونبكي بها على الزهراء عليها السلام، زين؟ وفي ذلك ثواب، ولكن ما يناسب علي بن أبي طالب عليه السلام أن يثور لأنهم ضربوا فاطمة وفي ثورته سوف ينتقض غرضه أو بعض غرضه أو بعض غرضه. وفاطمة ضحت وعلي ضحى، وقعدت حجرة الظنين. شوف الآن هاي التقييم الموضوعي لعلي بن أبي طالب والتشخيص من قبل فاطمة. انسى ذاك اللي تسمعونه، انسوا اللي سامعينه من قبل والرواسخ، حاربوا رواسخنا، حاربوا رواسخنا، ترى مخرب علينا الكثير من الوعي والمفاهيم. نقضت قادمة الأجدل فخان كريش الأعزل، هذا فلان يبتزني إرثي. وصلت إلى هذا المستوى من القدرة يا علي، وصلت إلى هذا المستوى من التحكم، وصلت إلى هذا المستوى من إدارة القوة، ما تستخدم القوة في سبيل القوة ما تنفع. هذا فلان يبتزني إرثي وبليغة ابني قد أجهد في خصامي وألفيته الألذ من كلامي حتى حبستني قيلة نصرة والمهاجرة وصلها وغضت الجماعة دوني طرفها، فلا دافع ولا مانع ولا ناصر ولا شافع، خرجت كاظمة وعدت راغمة، افترست الذئاب وافترشت التراب. الله أكبر، الله أكبر. مشيمة الجنين أو شملة الجنين وأنت أسد الأسود، مشيمة الجنين وأنت ولا بشر أوتي ما أوتيت من القدرة والقوة. أوليست هذه هي الآية في علي؟ أوليست هذه هي المعجزة في علي؟ افترست الذئاب وافترشت التراب، ويلاي من كل شارق ويلاي من كل غار.